مشاهدين لكم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، ونتمنى لكم مباراة كبيرة في هذه الأجواء. محدثكم فارس عواض، سأكون معكم في تغطية لهذا اللقاء من كابينة التعليق، ونحن الآن على بعد لحظات من انطلاقة مباراة الإياب للدور نصف النهائي، حيث سيكون فريق البايرن في مواجهة السيتيزنز مانشستر سيتي. الضيوف يلعبون اليوم من أجل حماية أفضليتهم البسيطة في مباراة الذهاب، وأمامهم الكثير يقدمون في مباراة اليوم قبل حسم الأمور لمصلحتهم. مواجهة تبدو فيها الاحتمالات كثيرة، وأصحاب الأرض عندهم عاملين الأرض والجمهور، وبالتأكيد البحث عن العودة وخط بطاقة التأهل. التشكيلة اللي يلعب فيها بايرن ميونخ في مباراة اليوم، فريق لا يمل من التمرير من قدم إلى أخرى، سيطر على الكرة لأطول فترة ممكنة، أسلوب المعروف والمتميز أيضا من خلاله، لا يستعجل في بناء الهجمة، يأخذ وقته بشكل كامل حتى تأتي الفرصة المناسبة للاستغلال. مباراة تبدأ من عند البايرن، قرار سليم من الحكم باستمرار الكرة مع بايرن ميونخ. تدخل قوي، الحكم حاول يعطيهم إتاحة الفرصة لكنه يعود لاحتساب الخطأ. في كرة القدم صعب دائما أن تتوقع ماذا سيحدث في المباراة، لكن طبيعي أن يكون هناك أسماء معينة يكون متوقع منها الكثير، ومنها هذا اللاعب. مسألة الربط بين خطوط الفريق، تنقل الكرة بكل سهولة داخل الملعب، سهل ممتنع، واحد موسيالا، جاء الهدف المبكر ليشعل الأجواء. نشوفها من جديد، انظر إلى هذه اللقطة، التحرك اللي كان، التمركز اللي كان، انظر إلى النهاية اللي كانت، والهدف الذي نشاهده الآن. 3-2 هي النتيجة الإجمالية حالياً مشاهدينا. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. بينية تحرك القلوب. المدافع في مغامرة كانت في منطقة الجزاء. كوريتسكا، فرصة خطيرة جداً لإدراك التعادل. بتضيع من البايرن، اقتربوا كثيرا من التسجيل في هذه الكرة. تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. جوندوغان، وصلت إلى جرينيتش، والتدخل يأتي لإيقاف الخطورة. ألفونسو ديفيز يتقدم بالكرة. هجمة مستمرة مشاهدينا. إيدرسون يتدخل ولكنها مستمرة. الهدف اللي جاء من هجمة مرتدة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. فرحة الوجه سعيدا كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب، اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. إذا النتيجة الإجمالية تصبح حاليا 4 أهداف مقابل هدفين. رمية التماس بعد تدخل ممتاز واعتراض للكرة. والتصويب، لكن التسديدة لن تشكل خطورة على حارس المرمى هنا. فودين، دي ليخت يتمركز بشكل سليم، والكرة مقطوعة. ليروساني،
ألفونسو ديفيز. تدخل ممتاز وابتكاك للكرة في منطقة الخصم. تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. تبديل يتم الآن في صفوف نادي بايرن ميونخ. وصلت إلى موسيالا. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. كادت أن تضرب التسلل في هذه اللقطة. والآن وصلنا لختام أحداث الشوط الأول. ضربة بداية الشوط الثاني من مانشستر سيتي. هنا لهذه اللقطة. جمال موسيالا. غوريتسكا. اوهو الله على اللقطة. شوف كيف عدى. شوف كيف مر في اللقطة الماضية. مخاطرة كبيرة. تدخل كان قوي في المنطقة. افتكاك قانوني. الحكم يشير إلى استمرار اللعب. حلوة التمريرة من جانب جنابري. إيدرسون يتألق. الله على ردة الفعل. راحت الكرة بعد تمريرة سيئة. وصلت إلى موسيالا. الخطر موجود لكن التدخل يحسم الموقف. والآن مع هالاند. والآن مع جرينيتش. يا رب يا أخي أنت كيف تلعب؟ فهمني كيف تقرر؟ كيف تشوف؟ الله على النهاية. نتابع الهدف مرة أخرى واللي كان من هجوم مرتد سريع. كان على مسافة قريبة جدا من المرمى. حط الكرة بسهولة. النتيجة الإجمالية حاليا وصلت إلى 5 أهداف مقابل هدفين. ليرو ساني. راحت عند موسيالا. هذا التاكل لثالث المنطقة. المباراة تبدأ في آخر نصف ساعة. تلعب خطيرة من جانب كيميتش. انطلاقة مثالية بالكرة إلى الأمام. الاستحواذ مع بايرن ميونخ. البايرن يحاول استغلال أطراف لكن تنتهي الخطورة هنا. الحكم يطلق صافرة معلنا عن وجود خطأ في مكان قد يشكل خطورة. بايرن ميونخ الفريق الآن. ركلة حرة راحت سهلة لحارس المرمى وبدون أي مجهود يذكر. فودين. 8 دقائق ويطلب حكم المباراة فاصلة النهاية. فرصة للتسجيل. مستحيل مان سيتي يسجل. نشوف الهدف من جديد. كرة بدأت من تمريرة عالية من فوق الدفاع والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم. النتيجة الإجمالية مشاهدينا هي 6-2 في هذه اللحظات. تدخل
تدخل فرصة خطيرة للثاني. يفقد الكرة في مكان خطير قد تشكل خطورة، والكرة في المرمى. نشوف إعادة الهدف ونشاهد الخطأ القاتل في تمرير الكرة في الثلث الدفاعي. دقة التمرير أمر حتمي هنا لأن العقاب يأتي سريعا. حتى الآن النتيجة الإجمالية هي 6-3. سيرجي جنابري، كرة مع توماس مولر، والتصدي المبين صافرة النهاية. المشاهدين تعلن وصول مانشستر سيتي للمباراة النهائية. في نصف النهائي لا أحد يتوقع اكتساح المنافس في مباراتي الذهاب والإياب. أمر طبيعي بأن يكون التأهل في مباراة كبيرة يحسم بتفاصيل وبفارق هدف. هذه عادة المنافسات عندما تشتد بين الكبار في الأدوار المتقدمة. بالمستوى الاستثنائي اللي يعبر عن قدراته الاستثنائية، لعب دور كبير في انتصار فريق اليوم بالهدف اللي سجله.